مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. نحييكم من الخفاجية قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا، حيث نلتقي مع أحد المواهب الصغيرة. هذه الموهبة بسم الله ما شاء الله لديها موهبة جميلة جدا، تم اكتشافها في سن مبكر جدا. هذه الموهبة يتم رعايتها من السيد الوالد. وفي البداية نتعرف على الأستاذ عصام والد الطفل صاحب الموهبة. أستاذ عصام، ممكن تعرفنا بحضرتك؟ في البداية طبعا بنرحب بالإعلامي والصحفي الكبير أستاذ حاتم، أهلا بيك في الخفاجي بالقارة. أخوك عصام عبد الله الخفاجي والد الطفل زياد، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وموظف بهيئة الطاقة النووية. وبنشكر الأستاذ حاتم طبعا على اهتمامه بالمواهب الصغيرة وعلى تشريفه لنا. وبنرحب برضه بالأستاذ أحمد اللي هو مكتشف موهبة زياد، ونشكركم على تشريفكم لنا النهاردة ونورتوا القارة. كما نرحب بالسيد الأستاذ أحمد عمر المعلم والقدوة للطفل زياد الذي ساعده في تنمية هذه الموهبة. نتعرف بك أستاذ أحمد. مع حضرتك أحمد عمر أحمد، أخصائي أول مرتبات بمدرسة اللغات التجريبية بأبو تشت، حاصل على 7 دكتوراه فخرية بإذن الله، ومنسق عام مؤسسة الحسين الثقافية وراعي المواهب بإدارة أبو تشت. اهلا وسهلا بكم جميعا. نتعرف على الطفل زياد صاحب الموهبة. زياد، ممكن تعرف جمهور المشاهدين بيك؟ انا اسمي زياد عصام عبد الله الخفاج، موهبة الرسم. في اي مدرسة يا زياد بتلقى تعليمك؟ المدرسة القارة الابتدائية. القارة الابتدائية. طيب سنة كم يا زياد؟ عندي 10 سنين. 10 سنين؟ طيب 10 سنين، ايه الموهبة اللي هي عندك؟ الرسم. موهبة الرسم. طيب متى تم اكتشاف هذه الموهبة عندك زياد؟ أول مرة عندي 8 سنين. وأنت عندك 8 سنين؟ تمام. طيب مين يا زياد شجعك على ممارسة هذه الموهبة؟ إنك تكمل وترسم وحط لك الأدوات وساعدك في الرسم، يعني مين؟ أبويا وأمي. ومين تاني؟ الأستاذ أحمد، هو اللي اكتشف الموهبة بتاعتي. أستاذ أحمد عمر. أيوة. طيب، إيه هي الشخصيات يا زياد التي تقوم برسمها؟ إيه الشخصيات اللي رسمتها؟ والله من كثير، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعلامي عمرو الليث. عمرو الليث، ومين تاني؟ وفي الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي. طه حسين. طه حسين. ما شاء الله عليك يا زياد، ما شاء الله عليك. طيب زياد، هل عندك القدرة إنك ترسم أشياء تانية غير الشخصيات؟ أيوة، زي مناظر طبيعية. مناظر طبيعية. يعني ما شاء الله ترسم أي حاجة غير الشخصيات يعني. مناظر طبيعية، جبال، مزارع، هضاب، أنهار، وده كده يعني. أيوة. ما شاء الله عليك. مين قدوتك في الحياة يا زياد؟ إيه؟ مين قدوتك في الحياة؟ قدوتك في الحياة؟ المثل بتاعك الأعلى، مين بتعلم منه الأخلاق وده كده يعني؟ أبويا وأمي وعمامي والأستاذ أحمد عمر. طيب تمام. بتحب يا زياد تكون إيه إن شاء الله في المستقبل؟ بالنسبة للدراسة سنكون دكتور عيون. دكتور عيون. ربنا إن شاء الله يكرمك يا زياد، ونتمنى إن شاء الله نجاح لك في المستقبل وتكون إن شاء الله دكتور عيون إن شاء الله. طيب إيه هي أمنيتك يا زياد؟ أمنيتي إن رسوماتي توقف في معارض ونودان المحافظين توصل يعني توصل يعني يتم يعني يعني يتم عرضها وده كده وتوصل. ايوه للمسؤولين يعني. طيب بتطلب ايه يا زياد من السيد الاب السيد القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه؟ اتمنى انه صوتي يوصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه يشوف الرسم اللي انا رسمتها لسيادته، وانه يكرمنا ويتبنى موهبتي. طيب هل يا زياد شاركت في معارض بهذه اللوحات قبل كده؟ لا بس هم طلبوا، بس هم عملوا لي معارض.
يعني هيملك مرض ابو منت هيملك مرض ان شاء الله هيملوه. طيب يا زياد ممكن تقولين بعض الرسومات اللي تقوم برسمها؟ ماشي. يقول لك كده الجمهور المشاهدين بعض الرسومات اللي تقوم برسمها للناس. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي السيدة انتصار السيسي حرب فخامة الرئيس. ده الإعلان الكبير عمرو الليثي. ده محافظ جينا اللي هو شرف الدواوي. ده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. لا مش الدكتور طارق. بس في صورة ثانية دي يعني بس يعني مش. ده الطبيب الغلابي. فنان هندي اسمه سلمان خان ما نحبه فرسان. فنان هندي؟ اسمه سلمان خان. ده استاذ عمر هو اللي اكتشف الرسم الحالي. ان شاء الله عليك يا ما شاء الله عليك ربنا يزيد. دي رسم من على النت شفتي رسمتي. ده هو طه حسين. الأديب العالمي نجيب محفوظ. كمل بقى الصور بتاعت كمل. ده رفاعي الطهطاوي. ده دكتور مجدي يعقوب ظهر القلوب. ده أحمد زويل. ده الزعيم مصطفى كامل. ده الأستاذ بتاعي اللي علمني الرسم. ده الشيخ الشعراوي. الفنان محمد صبحي والسيدة حرم. ده واحد أجنبي أحبيته فرسمته. ما شاء الله عليك الزياد ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله على زياد موهبة فعلا تستحق العناية والرعاية من المسؤولين في الدولة. نتمنى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب أو أب جميع المصريين أن يتم تكريم زياد في المحافل والمعارض الفنية التشكيلية. ونتمنى من السيدة إيناس وزيرة الثقافة أن تقوم بتكريم زياد وعمل جناح لرسوماته في احد المعارض الفنيه. كما نتمنى من السيد اللواء اشرف الدواوي محافظ قنا ان يقوم بتكريم الطفل زياد على هذه الموهبه الجميله لديه. ونتمنى من جميع المسؤولين المعنيين بهذه المواهب ان يقوم بالتواصل مع زياد من اجل تكريمه ورعايته وتنميه هذه الموهبه عنده. وفي نهاية اللقاء نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. كان معكم محدثكم الصحفي حاتم الورداني مركز أوتيش محافظة قنا. وأي موهبة في أي مكان نحن على استعداد للتواصل للتسجيل معها والتصوير معها وتسجيل أي موهبة عند أي طفل. وأي طفل عنده موهبة ياريت أهل يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك الصحفي حاتم الورداني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.